وكافانغو شونغ يبعدها مهند تعود مجددا وتصل الى نيلسون. نيلسون كره ماشيه وين يا نيلسون؟ نيلسون يلعب التمريره. نيلسون حاول معاذ القوس العرضيه وحاول هنا مهند وفي الجول. دونها الغزال والهبه مع الغزال، هبه في المرمى والهبه بالاحتفاليه والاولى لهلال التبلدي. هدف اول ياتي. قلنا يا جماعه رويدا رويدا يقترب هلال النبيض في المرمى، فرد مهند على حديثنا ودونها في المرمى وعانق المرمى بهدف اول وفرحة اولى. تنفض المدرجات فرحا وضربا لهلال النبيض. شوف العرضية ومهند في الانتظار وتسديده وين في الشباك مباشرة. هذه المرة تعانق الشباك للاعب دائما دائما ما يعانق المتعة بأهدافه وتمريراته وابتساماته. تقدم للأمام ومحاولة تلعب مباشرة تمر هنا أمام الكرة. محاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء وهدف التعادل يأتي. هدف التعادل يأتي لتيبي مازيمبي والحذر وكل الحذر قلنا، والهدف يأتي لتيبي مازيمبي. إذن يعاود المباراة لنقطة البداية. تيبي مازيمبي بهدف بعد غفلة دفاعية تدون الهدف الأول لتيبي مازيمبي. هدف التعادل، هدف التعادل لتيبي مازيمبي بغفلة دفاعية من بكر بشير وعمر سفاري يأتي هدف التعادل لتيبي مازيمبي عن طريق الحاضر أمامنا بين مالونغو. شوف هنا لم يكن اتفاق في الكرة الماضية وبين مالونغو يستفيد ولا يفوت كل الفرص التي تأتي له. بين مالونغو يضعها في مرمى أكرم الهادي معلنا عن التعادل. هدف إذا لتيبي مازيمبي وهدف أتمنى أن لا يحبط حتى لاعبي هلال. أكرم الهادي في مواجهة صاحب الهدف الأول بين مالونغو. بين مالونغو في مواجهة أكرم. تقدم، تقدم للأمام والكرة في الشباك، الكرة في الشباك. يأتي الهدف الثاني لصالح تيبي مازيمبي. ثاني الأهداف تأتي لفريق تيبي مازيمبي عن طريق الحاضر أمامنا بين مالونغو في وقت أقصى ما كان يتمناه، أقصى ما يتمناه يتحقق له لفريق تيبي مازيمبي. تمنوا الهدف، وكما ذكرنا فريق في هذه الأوقات يلعب على إيجاد الهدف وتأمين مكانه وتأمين دفاعه، وهذا ما تحقق له لتيبي مازيمبي. ثاني الأهداف تأتي وتنفض شباك أكرم الهادي. لا يأس لا استسلام يا شباب، لا يأس لا استسلام. أمامهم مباراة قادمة وأمامهم حتى الآن دقائق متبقية، وزي ما قلنا تيبي مازيمبي ليس هو ذاك الفريق العصي أو العاتي. راينا الشوط الاول هلال البيض ادى مباراه من اجمل ما يكون، تهادت له الفرص ولم يستغلها، لذلك لابد ان يكون في اعتبار اللاعبين مثل هذه الظروف مثل هذه